للاسف ما سافتناش الحظ حتى الاخير ثانيه ديال المقابله، وما ما توفقناش باش يكون هذا. اللاعبين في المقابله الاولى دخلوا في واحد يعني دخلوا في المقابله بواحد الشكل اللي هو مزيان. هذه المقابله دخلنا ولكن كان شويه ديال ارتباك، والكثره ديال التوقيفات هما اللي كانوا اثروا عندنا في المقابله هذه. نتمنوا عند الله نحاولوا نداركوا هذه الموقفات غدا ان شاء الله. وشكرا بالنسبه للجمهور، كلمه حق الجمهور ما نقول على الجمهور، الجمهور اكثر ما نقدر نقولش ما أنا رائع، ويعني دفعنا حتى اخر دقيقه اللي كنطلبوا منه يسمح لينا، وغنكونوا ان شاء الله نحاول نردوا له هذا التعثر. هذا ماشي تعثر، يعني فايزين بمقابله وعندنا تعادل يعني قريبين للتاهل، يلزمنا نكونوا حاضرين ان شاء الله في المقابله من بعد. كاين اعتراض، درنا اعتراض على التحكيم لانه باين التحكيم، انا كنبغيش نهضر على التحكيم ولكن من جبتينا غنهضر عليه. كاين اعتراض كبير، انا طلبت ما يحكموش عندنا حكام مصريين، وعارف انا غتوقع لنا نفس المشكل. عندنا المقابله الجايه مصر خصهم ينزلونا يعني باي شكل بغاو. توفقوا فيه، الجمهور ساند، الجمهور كاين، الجمهور حاضر، الجمهور الناظور ما كاين ما يتقال فيه، الناس تتخلص وتدخل. ما نقولكش العيب فينا، فوق طاقي كتفوت لا تلام. ان شاء الله نعاودوا هذا الشيء.